يا حاج يابا ما تقلقش، هي أول مرة يعني يا حاج. على الحالات سلمت العربية المبلولة مع العربية الجديدة أهو سايقة وراجع بيها. إن شاء الله مش هتأخر عليك، سافت السكة وهجيلك على طول. سلام. الدكتور اتأخر ليه؟ أنا مش مطمن على. ما تقلقش يابا، خير خير إن شاء الله. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. اتفضلوا ارتاحوا. أنا قلبي مش هيرتاح لما اطمن على ابني. والنبي لا تقول عابد عامل ايه يا دكتور؟ عابد بخير، هو شوية وهيفوق وتقدروا تطمنوا عليه براحتكم. طب الحمد لله. لكن في مشكلة، الأفضل إن أنتوا تعرفوها الأول قبل المريض. مشكلة إيه؟ عابد اتعرض لصدمة جديدة لما العربية بتاعته خبطت في العربية اللي قدامه، ده تسبب لإصابة شديدة في الحوض. أنا مش فاهم حاجة، وده معناه إيه يا دكتور؟ معناه إن عابد مش هيتحرك بعد كده إلا بوكاس، ده غير إن الإصابة سببت له عاهة هتخليه ما يقدرش ينجب في المستقبل. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا دكتور؟ أنت مش فاهم حاجة، أنا هودي ابني أحسن مستشفيات، أنا هسفره بره. أنا مقدر موقفك يا حاج، بس صدقني كل ده ما منوش فايدة. أنا حبيت أبلغكم من الأول وانتوا تبلغوا المريض براحتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عابد ده الوجهة بتاعتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اهدى يابا، اهدى يابا وامسك نفسك كده. مش عايزين نحسسه بأي حاجة لحد ما نروح من البيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. امسك نفسك يابا. كويس إن هو طلع منها عايش. وهي كمان مراته حامل وهتولد إن شاء الله. هذا أخف من هذا يابا، هنقول إيه؟ بلاش فيك. لا اله الا الله. عباس طمني يا اخويا، الواد عابد عامل ايه؟ عابد تعبان قوي يا لبنى، اقعد يومين ثلاثه في المستشفى وبعد كده هيرجع على البيت. عايز سوزي تجهز عشان علام ياخدها يوديها المستشفى تقعد معاه، هي اولى بيه. سوزي ما هو ايه يا لبنى؟ في ايه؟ اصلك سوزي يا ما تنطق يا لبنى، انا مش ناقص. الصراحه سوزي مش هنا. مش هنا؟ ما انت تصلي بقى تشوفها في ايه؟ سوزي لمت هدومها وتليفونها مقفول وما بتردش. طب وانت تصلي بقى تمشي. الله، ونعمل ايه يا عباس؟ انا كنت يا اخويا مشغوله في المطبخ، وبعدين هي كانت قافله عليها الاوضه. رحت انا جايه قعدت ابص كده واسمع، ما لقيتش حد. فتحت لقيت الاوضه فاضيه والهدوم مش في الدولاب. يعني ايه؟ سوزي خدت ابن اخوك وهربت علام. انا مش ناقص، هو كل فيهم واحد يا ربي. عايزك تقلب الدنيا تشوف البنت دي راحت فين. حاضر يابا. ايه ده انت بس؟ احنا مش ناقصين يجرالنا اكتر من اللي جرالنا. هيجرالي ايه اكتر من اللي بيغرى ده بقى؟ انا عايز حفيدي علاه. احمينا يا ابني. حاضر يابا، انا هنزل اقلب عليها الدنيا وان شاء الله الاقيها. النبي خلي بالك منه يا لبنى. في عينيا.